بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي عبد الدردين بغض عام بأدلته النقلية. وما زلنا في أركان الصلاة، قد وصلنا فيها إلى الركن العاشر من أركان الصلاة وهو السلام، قلنا إنه آخر أركانها القولية، كما أن النية أولها، وإنما يجزئ السلام عليكم بالعربية، يعني لو أتى بالعجمية لا يصح، ولا بد من تعريفه بأل لأن يقول السلام عليكم، ولا بد من تقديمه على عليكم يقول السلام عليكم، فلو قال سلام عليكم أو عليكم السلام لم يصح بلا فصل، يعني لابد من وصل الكلمتين السلام عليكم. أما لو قال السلام ثم زهد وفصل ثم قال عليكم بطلت الصلاة، بل وإلا لم يصح. فإن تركه أو أتى بمناف قبله بطلت، يعني إذا نسي السلام وقام ومشى، أو أتى بمناف يعني أخرج ريحا مثلا، أو قام ومشى، ده منافي للصلاة، المشي منافي للصلاة، أو تكلم عمدا يعني قبل أن يسلم قال هات يا فلان كذا مثلا، أو ناولني يا فلان كذا عمدا، الصلاة حكمها إيه؟ باطل. أو نفخ قبل أن يسلم مثلا، يعني جد ذبابة مس على وجهه فنفخ عمدا بطلت الصلاة، كل ده منافي للصلاة. وحادي عشرها، حادي عشر ركن، يعني ركن رقم 11، جلوس له أي السلام، فلا يصح من قيام ولا اضطجاع. يبقى السلام والجلوس له، يبقى الجلسة الأخيرة دي، الجلسة الأخيرة تشتمل على السنتين التشهد والجلوس له، وتشتمل على فرضين السلام والجلوس له، يبقى تشتمل على كام؟ على أربعة أشياء، التشهد والجلوس له، والسلام والجلوس له، يبقى تشتمل على سنتين وفرضين، هي الجلسة الايه؟ الأخيرة. فلو اضطجع يعني اضطجع كده وقال السلام عليكم يبقى بطلت الصلاة، لأنه لم يجلس للسلام، لأن الجلوس للسلام ركن، هو خلص التشهد، عند السلام اضطجع وقال السلام عليكم وبطلت الصلاة لفقد ركن الجلوس. وكذلك لو قام مثلا سهوا نفسه ان هو يسلم، فقام تذكر انه ما سلمش، يبقى يجلس ويسلم، مش يقول ايه؟ السلام عليكم، السلام عليكم، لا ما ينفعش، لان السلام لابد ان يكون من جلوس. هو طبعا استعجل بعد ما كمل الدعاء في التشهد، قام وهيمشي تذكر انه لم يسلم، يبقى ماذا يصنع؟ يجلس ويسلم. اما لو سلم من قيام بطلت الصلاه، لان ترك ايه؟ ترك ركنا وهو الجلوس للسلام.
ده ممكن يحصل سهوة يعني. وهيسجد بعد السلام علشان القيام الزائد. ثاني عشري طمأنينة. الركن الثاني عشر الطمأنينة، وهي استقرار الأعضاء زمن ما في جميع أركانها. يبقى الطمأنينة زي ما قلنا احنا ركن ايه ممتد في الصلاة كلها، يعني بدل الاطمئنان في الركوع في الرفع في السجود في الرفع في الجلوس للسلام، كل ده لابد فيه من الطمأنينة اللي هي استقرار الأعضاء زمن ما. ضبطها يعني بعض أهل العلم كما ذكر الفراوي إنه بحيث يوضع على ظهره وهو ساجد أو راكع كوب من الماء ثم نأخذه. ده ضابط يعني ضابط ايه حسي للطمأنينة يعني. لكن طبعا وارد طبعا في السنة، أصحاب السنة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد أحدكم فقال سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه. يبقى هنا حينما يركع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يتنفس بين كل تسبيح. وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، هذه الفكرة. إيه دي مقدار ما نحط دي وناخدها تاني. لكن واحد قاعد إيه بيسرع سبحان 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 دي إيه؟ ولا حاجة ما جاتش حاجة. ها؟ آه يعني دي بس بس ها؟ ما سمعناش إلا السين. سبحان 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 ورا بعض سين سين سين. لا المفروض طبعا الانسان يعني يحترم اسم الله تعالى وتسبيحه، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، او سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم. ده ادنى الركوع وادنى السجود، يعني ادنى مقدار الركوع وادنى مقدار السجود. تم ركوعه وذلك ادناه، بمعنى انه لو واحد قال سبحان ربي العظيم سمع الله من حمده لم يطمئن، او قالها مرتين بس سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله، يبقى برضه ايه لم يتم الركوع. لكن التسبيح نفسه عند الجمهور سنه او مستحب من مستحبات الصلاه، وعند الامام احمد التسبيح واجب. الإمام أحمد التسبيح في الركوع والسجود واجب. حمل الحديث على الوجوب الأمر، إذا لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، في ركوعكم ودي في سجودكم. فقال الأمر من الوجوب اجعلوها في ركوعكم، يعني قولوا سبحان ربي العظيم سبح اسم ربك الاعلى اجعلوها في سجود، يعني قل سبحان ربي الاعلى، حملها على الوجوب. وباقي العلماء حملها على السنه، بمعنى ان هو لو ركع او سجد وسكت بس لابد من اداره الطمانينه ثلاث تسبيحات يبقى تم الركوع واصاب الواجب، لكن ترك سنة نقص أجره بمقدار السنة. هذه معنى الترك.
لكن عند الإمام أحمد قالوا يأثم ولا بد أن يسجد عنده للسهو لو تركها سهوا، ترك عمدا يبقى أثم وصح صلاة، يأثم وتصح صلاة. روى أصحاب السنن في رواية غير البخاري ومسلم عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال في نهاية حديث المسيء: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ثم يركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. لكن واحد مجرد ما يركع يرفع يبقى لا اطمئن مفاصله ولا استرخى، ده هو مشدود كمان. ولذلك بعض العلماء قالوا الطمأنينة بمقدار الذكر الوارد، استدلالا بالحديث الذي ذكرناه انه يسبح ثلاثا حتى يتم ركوعه، وذلك ان ثلاثا يتنفس بين كل تسبيحه. طبعا الثلاثه مقدار الواجب، طيب الزائد على الطمانينه سنه، يبقى يسبح كام؟ خمسه، لان التسبيح اما ثلاثه أقل وإما خمسة وإما سبعا وإما أحد عشر تسبيح، إما أحد عشر تسبيح، خصوصا اللي هيصلي بالناس طبعا ما يزودش على كده حتى يأتي بالفرض والسنة. وسادس عشرها: اعتدال بعد ركوعه وسجوده وحال سلامه وتكبيره للإحرام، ولا يكفي الانحناء في ذلك. الاعتدال والطمأنينة ركنان ممتدان، بس كل واحد مستقل، لأنه قد يطمئن ولا يعتدل، قد يعتدل ولا يطمئن، يعني ده ركن مستقل وده ركن مستقل، بمعنى انه الذي يركع ممكن يطمئن ويسبح خمسة لكن لا يعتدل. يعني يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده الله اكبر، يبقى اطمأن في الركوع ولكن لم يعتدل، يبقى ضاع منه الاعتدال في بعد الرفع من الركوع وضاع منه الطمأنينة، ظهره لم يعتدل لأنه مجرد رفع ونزل. وكذلك في السجود يطمئن في السجود وتلاقيه يرجع في الحال، يعني بعد ما يرفع رأسه قال عمل الله اكبر وروح راجع من قبل استقرار الاعضاء، يعني ما رجعش للاخر ولم تستقر اعضاء، يبقى ضاع منه برضه الاعتدال، لانه ما اعتدلش كما ينبغي، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فهو ممكن يرفع ولا يعتدل، يعني يرفع هكذا لكن ما يعتدلش، يبقى قاعد منحني، يبقى بطلت صلاته بعدم الاعتدال، زي اللي بيرفع في الركوع ويظل منحني، يقول سمع الله لمن حمده، لم يعتدل، ممكن يطمئن وهو عامل كده. انت بتشوف ناس ورا الإمام تلقى إيه؟ يقول سمع الله لمن حمده وما يعتدلش،
تلاقيه منحني كده اهو مستني الامام لما ينزل. طب انت هتاخد ايه لما تعمل كده ومطمئن مطمئن منحني وتشوف كده مع العجله زي اللي هو ايه بيسفر في الامام ده برضه غير مطمئن يعني يرفع ورا الامام وما يعتدلش مع سرعته ويعمل كده ويروح نازل ويستنى الامام تحت ها فده برضه مبطل للصلاه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما راى رجلا هكذا اللي هو بيسفك الامام قال له لا وحدك صلي ولا بامامك اقتدي لا وحدك صلي ولا بامامك اقتدي انت بتسابق الامام انت بتصلي وحدك ولا بتصلي مع الامام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه المفروض يعتدل وراء الامام لانه ده مش يحمل عنه الامام الطمأنينة والاعتدال دي ما يحملهاش الإمام ده ركن فعل ركنان فعليان لا يحملهما الإمام فالاعتدال في الركوع يعني بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود وحال السلام وحال تكبيرة الإحرام لابد أن يكون معتدل والا بطلت ايه؟ الصلاة. ولا يكفي الانحناء في كل ذلك. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: المصلي كثير والمقيم له قليل. المصلي كثير والمقيم له ولذلك القرآن دائما يعبر بكلمة الإقامة وأقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة لكن في المنافقين قالوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم سالمون يعبر بالإتيان والقيام لكن صفة صلاة المؤمنين الإيه؟ الإقامة وإقامة الصلاة بمعنى استقامة أركان الصلاة واعتدالها هذا معنى الإقامة لذلك القرآن قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالخشوع يظهر في يعني في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رابع عشرها ترتيبها أي ترتيب أركان الصلاة بأن يقدم النية على تكبيرة الإحرام اللي بالك ممكن واحد من الناس الذين لا يجلسون في مجالس العلم ممكن يكبر ثم ينوي ينوي مثلا العشاء أو ينوي الظهر أو العصر ما عارفش يعرفش النية قبل التكبير هو جاي مستعجل خصوصا اللي جاي مستعجل متأخر ومتعجل في نفس الوقت هو يخش المسجد الله أكبر وبعدين ينوي صلاة كسر يبقى فقد ركن ايه؟ الترتيب قدم التكبير على النية وده يحصل من اللي هو ايه جاي متأخر ومستعجل عايز يلحق الإمام في الركوع فما بيقفش للتحقيق لتحقيق النية ما بيقفش بيخش بسرعة كده الله أكبر وبعدين ينوي براحته السبب لأنه قدم ركنا على الترتيب ده واجب حتى لو تفضل نعم حتى لما تلخص هو النية محلها القلب. يعني هو اللي يتلفظ احسن منه. يعني اللي يقف سواء كده بيقول نويت صلاة العشاء احسن من اللي هو ايه؟
بعد تكبيرة الإحرام؟ ده صلاة صحيحة وده صلاة قطع. فرق بين السماء والأرض. بأن يقدم النية على تكبيرة الإحرام وهي على الفاتحة، وهي الفاتحة على الركوع، وهو مع الرفع منه على السجود، وهو على السلام. يعني الترتيب هذا واجب، فلو خالف بطلت الايه؟ بطلت الصلاه. يبقى الصلاه لها كم ركن؟ 14 ركن. 14 ركن. لو اخل بركن منها بطلت الصلاه. خلي بالك دي متفق عليها، لا خلاف فيها. الأركان دي بالذات لا خلاف فيها. ثم قال: وسننه قراءة آية بعد الفاتحة في الأولى والثانية، وقيام له، وجهر وسر بمحلهما بفرض، وتأكد بالفاتح. ولما فرغ من فرائضها شرع في بيان سننها، فقال: وسننها أي الصلاة 14، يبقى قدر إيه؟ قدر الفرائض. فالفرائض 14 والسنن 14. أولها قراءة آية بعد الفاتحة، وإتمام السورة مندوب، ويقوم مقام الآية بعض آية طويلة له بال، نحو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يعني جملة لها معنى بعد آية، جملة لها معنى تقوم مقام السورة. طبعا الأفضل السورة كاملة، ويجوز أن يقرأ أول السورة أو آخر السورة، وده فعله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك، يعني كان يقرأ أول السورة ويقرأ آخرها ويقرأ من وسطها ويقرأ سورة كاملة، يقرأ سورة كاملة. فالسنة طبعا أن يقرأ ما معه من القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في صلاة: إذا أردت الصلاة فأسأل الوضوء ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن. بعد أن يقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ بعدها سورة أو آية أو بعض آية له معنى. ولذلك لو واحد بيصلي بالناس واستغلق عليه، استغلقت عليه السورة، معرفش الآية اللي بعدها، يرجع. ليه؟ لأن ما قرأه تصح به الصلاة. مش لابد يعني يقف والناس يردون، لا، يعني لو ركع صلاة صحيحة في الفرض وفي النفل. وسننه قراءة آية بعد الفاتحة لا قبلها. لو نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة، بعد أن قرأ السورة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، يبقى يقرأ الفاتحة ويعيد السورة للسنة، لأن السنة أن يقرأها بعد الفاتحة، فيعيد السورة مرة أخرى. لكن هل يسجد؟ لا، ما يسجدش. خلي بالك ما يسجدش، دي زيادة قولية لا سجود فيها. حتى لو سمعه في الفريضة؟
الركعه الاولى والثانيه، يعني من السنه ان يقرا سوره في الركعه الاولى والثانيه، وانما يسن ما زاد على ام القران فيهما اذا اتسع الوقت، فان ضاق بحيث يخشى خروجه بقراءتها لم تسن بل يجب تركها لادراكه. يعني واحد بيصلي الصبح في اول ركعه لو قرا سوره بعد الفاتحه طلعت الشمس، لا يبقى يجب ترك الايه؟ السوره، يقتصر على الفاتحه ويركع حتى يلحق ركعه قبل طلوع الشمس. كما في الوضوء يقتصر على الفرائض، يعني يغسل الوجه على طول، يترك المضمضه والاستنشاق وغسل الايدين في الاول، يغسل وجهه ويغسل ذراعيه ويمسح راسه ويغسل رجليه ويقيم الصلاه ويترك السوره ويلحق ركعه قبل طلوع الشمس. يعني السنن لما يضيق عليها الوقت تسقط، يتركها وجوبا كمال الشرع، بل يجب تركها لادراك الوقت. يا سبحان الله، يعني شوف الانسان يترك السنه حتى لا يخرج وقت الصلاه، لان الله قال ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا، يعني مؤقتا بوقت، فاخراج الصلاه عن وقتها كبيره من الكبائر. يعني الناس اللي بيأخروا الصلاه وهو مستيقظ حتى تطلع الشمس، بيأخر الظهر والعصر حتى تغيب الشمس، او يبقى مستيقظ الليل كله والفجر يطلع عليه وما صلاش المغرب ولا العشاء، ده يرتكب كبائر كل يوم كبيره. شوف العلماء وأجازوا التيمم لو ما يكفيش الوقت لإدراك الصلاة في وقتها، يتيمم ويدرك ركعة من الوقت قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر، يتيمم يسقط الوضوء ويتيمم عندنا في الملك حتى يدرك الوقت. وأنا حكينا قبل كده حكم من ذهب إلى عرفة، قلنا إيه؟ لو صلى العشاء ضاع الحج، يعني لم يدرك عرفة، وإن ترك العشاء أدرك عرفة. فالعلماء قالوا بعضهم قال يصلي الصلاة العشاء قبل خروج الوقت وإن ضاع الحج، لأن الحج وقت العمر ممدود. ويحج من العام القادم. وبعضهم قال لا، يدرك الحج لأن الحج عبادة مالية وبدنية، فيدرك الحج ويقضي الصلاة بعد طلوع الفجر. وبعضهم الرأي الراجح كان أنه يصلي وهو ماشي، يصلي العشاء وهو ماشي فحرصا على الوقت، ويدرك عرفة ويعيد الصلاة مرة أخرى احتياطا، عشان يبقى يعني بذل ما في وسعه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هو ده اللي استطاع. قالوا هذا يعني قول حسن وجمع مستحسن. يعني جمع بين إدراك الصلاة في وقتها وإدراك الحج. ولم يقصر. تعال شوف الناس اللي بتلعب الطغنة والكاتشينة وتحشش وتبنج وتعمل العمايل السوداء والأذان يؤذن فوق رأسها وليست هناك، كأنه غير موجود. شوف العلم رضي الله عنه. لكن إذا قسى القلب لن تنفعه موعظة كالأرض إن سبخت لم ينفع الموت. قلوب القاسية تسمع هذا الكلام من الأذن دي وتطلع من الأذن الثاني.
قال الشيخ التبديل الرمضان: إنما يسن ما زاد على أم القرآن أي الفاتحة فيهما أي في الركعتين الأولى والثانية إذا اتسع الوقت لقراءته، فإن ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها لم تسن، بل يجب تركها أي السورة لإدراكه، يعني يصلي الصلاة فتح بس عشان يدرك الصلاة في وقتها، ويقتصر على الفرائض الأربعة في الوضوء لإدراك الصلاة في وقتها، تسقط الصلاة. لكن هل يجوز أن يعني يصلي الإنسان بصورتين؟ سؤال. العلماء قالوا يجوز، لأن كان في البخاري كان في واحد من الصحابة رضي الله عنهم يصلي بالناس في قباء، فكان كلما صلى قرأ قل هو الله أحد وسورة بعدها، أو إذا قرأ غيرها قرأها معها، وهو كان طبعا من أفضل الصحابة رضي الله عنهم، قال وكان من أفضلهم. ثم لما اعترضوا عليه قال لهم: أنا لا أصلي إلا هكذا، فإن رضيتم صليت، وإن لم ترضوا فأنا معتذر عن ذلك. فشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لما يفعل ذلك. قال: إني أحبها، يعني لماذا تصلي بقل هو الله أحد؟ قال: إني أحبها، في بعض الروايات لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن تبارك وتعالى. فقال له عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. حبك إياها أدخلك الجنة، ده بشارة. كلمة أدخلك يعني إيه؟ أنت ستدخل بذلك الجنة. فكان يصلي هكذا، يقرأ دائما قل هو الله أحد مع أي سورة. فهنا استنبط العلماء من هذا الحديث جواز يعني قراءة أكثر من سورة في الركعة، في الفرض أو في النفل. ولذلك أنت لما الإمام يسجد يصلي مثلا في السورة السرية أو في الركعة الصلاة السرية، لما يتأخر مثلا ويقرأ سورة طويلة، أنت قرأت سورة قصيرة، تقرأ سورة بينها وسورة بينها لغاية إيه؟ ما يركع الإمام، ما تطيرش قراءة. الناس العرب بيقول: لا نذكر الله واحد إلا عزيمان كثر، ويسمع لا ما يذكرش، يقرأ قرأت كل واحد، اقرأ قرأ سورة الفم، اقرأ قرأ سورة الناس، وهكذا، يعني تظل تقرأ حتى يركع الإمام، ما تطيرش قراءة. يعني بعض الناس يسكت، لا ما يسكتش، لأن الإمام ممكن يقول لك سبح اسم ربك الأعلى، يبقى أنت ممكن تقرأ ثلاث سور، طول ما أنت واقف اقرأ حتى يركع. يعني مكروه التكرار، لا هو طبعا يقرأ سورة غيرها، هو حافظ سور كثيرة لكن ما يكررش. وثبت طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا حذيفه بن اليمان في قيام الليل ان هو كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فافتتح بالبقره، قلت يختم عند المئه يختم عند اخره، ثم ابتدا بسوره النساء، ثم قرا سوره ال عمران، هكذا يعني. فدليل على جواز قراءه اكثر من سوره في الركعه. السنة الثانية القيام له، أي للسورة أو للآية الزائدة على الفاتحة. لأن حكم الظرف حكم المظروف، فلو استند لشيء حال قراءتها بحيث لو أزيل لسقط لم تبطل، فهي سنة والقيام لها
صدق. فلو قرأ السورة وهو مستند صلاته صحيحة بخلاف الفاتحة. لا إن جلس فقرأها جالسا فتبطل لإخلاله بهيئة الصلاة. يعني لو واحد مثلا يصلي واقف قرأ الفاتحة ثم جلس وقرأ السورة ثم قام وركع يبقى الصلاة باطلة للإخلال بهيئة الصلاة. يعني خلافا لما يوهمه قولهم القيام لها سنة. القيام لها سنة فعلا لكن هي بطلت للإخلال لأنه جلس ثم قام من غير داعي. لكن لو واحد مثلا تعب شديد ولم يستطع القيام فأكمل صلاته جالسا صحت صلاته لأن الجلوس هنا ليه؟ للضرورة والعسر. ولذلك عندنا السورة تتكون من ايه؟ من ثلاث سنن. قراءتها سنة، القيام لها سنة، كونها سرا أو جهرا سنة كما سيأتي في باب سجود السهو. ولذلك لو نسي السورة وركع ورفع ثم تذكر في آخر الصلاة مثلا لا بد أن يسجد قبل السلام. إذا لم يسجد وخرج من المسجد أو طال الزمن بطلت الصلاة. ليه؟ لأنه ترك ثلاث سنن ولم يسجد. ويسجد بعد السلام. لو نسي قبل السلام يسجد بعد السلام. فلا بد أن يسجد. أهم حاجة يتذكر يعني مثلا في أثناء ختام الصلاة أو يتذكر قبل خروجه من المسجد. لكن تذكر بعد 10 دقائق أو بعد 5 دقائق من الصلاة يبقى بطلت الصلاة. يعيدها السنة بالذات عندنا السورة بالذات أو أي ثلاث سنة يعني 3 تكبيرات 3 سبع مرات من الحمد 3 مرات لو ما سجدش قبل السلام صلاته إيه؟ باطلة. الثالث الجهر. الجهر في الصلاة في الصبح والجمعة وأول المغرب وأول العشاء هو ركعتين. ويقال الجهر فيما يجهر فيه. الجهر سنة. الجهر سنة من سنن الصلاة. وطبعا أقل الجهر كما سيأتي أن يسمع نفسه كما سيأتي. ورابعها السر. السر في الظهر كله وفي العصر كله وفي آخر المغرب وأخيرتي العشاء. وهذا معنى قوله بمحلهما. وجهر وسر بمحلهما يعني كل في موضعه. وهذه السنن الأربعة مخصوصة بالفرض. يعني الجهر فيما يجهر فيه والسر فيما يسر فيه ده مخصوص بالايه؟ بالفرائض. لكن فلا تسن في النفل لأن النفل يجوز أن الإنسان يصلي النوافل سرا بالليل ويستحب الجهر في نوافل الليل. لكن لو صلى سرا جالس ولا سجود عليه في السجود سهو فيه أو جهر في نوافل النهار برضه لا سجود عليه على سبيل الاستحباب. السر في نوافل النهار مستحب والجهر في نوافل الليل مستحب وترك المستحب لا شيء فيه. يعني مفيش ايه؟ سجود سهو. قالوا هذا مما زدناه على العلامة خليل يعني الشيخ الدكتور اللي هي الجهر والسر بمحلهما. لكن في الفرائض لو ترك الجهر يبقى نقص يسجد قبل السلام. يعني قرأ في العشاء او المغرب او الصبح سرا ركعتين او في ركعه يبقى يسجد قبل ايه؟ السلام لان ده نقص.
أو جهر في العصر أو الظهر أو آخر المغرب أو آخر العشاء، جهر قرأ جهر عالي بصوت عالي يبقى يسجد بعد إيه؟ السلام. ده سر. وتأكد أي جهر بمحله والسر بالفاتحة دون السورة بعدها كما يتبين لك في سجود السهو. يعني لو قرأ نصف الفاتحة جهر في الصبح يبقى هنا زيادة يسجد بعد السهو، حتى ولو أتم باقي الفاتحة سرا وقرأ السورة سرا، لكن جهر في نصف الفاتحة لغاية إياك نعبد وإياك نستعين. لكن أقل الجهر وأقل السر، برضه دي مهمة جدا النقطة دي، وأقل جهر الرجل الكافي في السنة إسماع من يليه فقط. لو فرض أن بجانبه أحدا متوسط السمع، يعني سمع مش سخيف يعني يبقى يسمع من بجواره، ده أقل الإيه؟ أقل الجهر. وجهر المرأة الكافي لها بالإتيان بالسنة إسماعها نفسها، لكن إذا كانت بحضرة الرجال يخشون من علو صوتها الفتنة يبقى إذا تسمع نفسها فقط كأعلى السر. أعلى السر إسماع النفس، وأعلى الجهر أقل الجهر إسماع من يلي من بجواره. ليس المراد بأعلاه غايته كما يظن بعضهم فاعترض بأن أعلاه أخفاء، بل المراد به الظاهر منه بمشاهدة السمع، لأن طبعا الجهر يقابله الخفاء، وهذا من البديهيات. فيستوي جهرها مع أعلى سرها، وينفرد أخفى سرها بحركة اللسان. يعني المرأة جهرها وسرها سواء، تسمع إيه؟ نفسها. المرأة تسمع نفسها في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، لكن إذا كانت بحضرة الرجال يبقى يجب عليها ألا يعني ترفع صوتها حتى لا يسمع الرجال، لأن القرآن بيحتاج إلى الغن والمد يعني فيه تكسر، فلا بد أن تخفض المرأة صوتها بالقرآن ولا تقرأ بحضرة الرجال الأجانب. يبقى الرجل أقل الجهر أن يسمع من بجواره أو من خلفه، وأقل السر حركة اللسان، فلو قرأ بالقلب صلاته إيه؟ باطلة كما ذكرنا قبل ذلك. وخامسها خمس السنن كل تكبيرة غير تكبيرة الإحرام، كل تكبيرات الصلاة سنة ما عدا تكبيرة الإحرام فهي فرض، وهي من الإيه؟ من السنن المؤكدة بالنسبة للتكبيرات، بحيث لو ترك مرتين أو ثلاث تكبيرات يسجد قبل السنة، لكن لو ترك السنة واحدة تكبيرة واحدة لا شيء. وكذلك كل لفظ سمع الله لمن حمده، كل لفظ سمع الله لمن حمده، كل تكبيرة وكل سمع الله، لكن ربنا لك الحمد لا، من المندوبات. الفرق بين التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده سمع، ربنا لك الحمد مندوب من المندوبات.
ثلاث يسجد قبل السلام، لكن ربنا لك الحمد تركها في كل التكبيرات ما قالهاش يبقى لا سجود عليها. هذا الفرق بين السنه والمندوب. المندوب تركه لا سجود فيه، اما السنن اذا تركها ففيها ايه؟ السجود. سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد حال رفعه من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما كأنه يرد على الإمام اللهم ربنا ولك الحمد، بل يكره له قولها. المالكية المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لكن الإمام الشافعي عنده الإمام والمأموم يقولان سمع الله لمن حمده، لكن في المالكية الإمام يقول سمع الله لمن حمده لقوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند السنة السابعة من سنن الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك